هل تعلم ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت خصية الخروف؟ سلام الله عليكم مشاهدي قناة الثقافة. يعتبر لحم الخروف من أفضل وأهم اللحوم الشهية وحلوة المذاق، لأنه من ضمن اللحوم التي يعشقها الكثيرون، لأنه غني بالكثير من الفوائد الغذائية والصحية لجسم الإنسان، وكل عضو في جسم الخروف له فائدة معينة، ومن أهم هذه الأعضاء اللذيذة وذات فائدة عالية بيض الخروف أو خصية الخروف، وهي الجزء المسؤول عن عملية إنتاج الهرمون الخاص بإفراز الحيوانات المنوية، وهذا الجزء محط اهتمام من الناحية الجنسية للرجال، وذلك إلى اعتقادهم بفوائد كثيرة لتحسين القدرة الجنسية. وفي هذه الحلقة سوف نعرض فوائد خصية الخروف. أولاً، خصية الخروف مفيدة جداً في تحسين القدرة لدى الرجال والكفاءة الجنسية العالية، لأن خصية الخروف تحتوي كمية كبيرة من الهرمونات الذكورية، ومن أهم هذه الهرمونات التستوستيرون الذي يمتلك القدرة العالية لتحسين الانتصاب عند الرجال ومساعدته الكبيرة على زيادة الحيوانات وجودتها. ثانياً، خصية الخروف تحتوي على عدد من العناصر الغذائية التي تعمل على تقوية الجسم، مثل الأملاح المعدنية، منها الزنك والحديد والمغنيسيوم، وأنواع أخرى من الفيتامينات الهامة لصحة الإنسان. ثالثاً، بيض الخروف له قدرة عالية على تقوية العضلات، لأنه يحتوي على البروتينات غير الدهنية التي تعمل على تقوية وتحسين صحة العضلات. مفيد جداً للأشخاص الذين يقومون بعملية غذائية، وذلك لأنه لا يعمل على زيادة الوزن مثل باقي اللحوم. رابعاً، بيض الخروف يحتوي على السعرات الحرارية التي تعمل على منح الجسم الطاقة والحيوية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول التي تعمل على التأثير على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل سلبي، من الضروري تناوله بشكل معتدل. القيمة الغذائية لبيض الغنم: كل 100 جرام من بيض الخروف يحتوي على 135 سعرة حرارية، و3 جرام من الدهون، و26 غراما من البروتين، وغرام واحد من الكربوهيدرات. بالإضافة لتلك المكونات الغذائية، يعتبر بيض الغنم مصدرا للبروتين غير الدهني المفيد في بناء العضلات. طريقة أكل بيض الخروف: يمكن تناولها إما عن طريق الشوي أو القلي بعد التتبيل، ولكن ننصح بالقيام بالصلق قبل القلي أو الشوي للتخلص من الدم الموجود داخلها، للتأكد من جعلها طعام صحي. اختلفت آراء بعض العلماء والمجتهدون في الوصول لحكم تناولها، ولذلك لعدم وجود نص شرعي صريح في جواز أكلها أو تحريمها، فبعض العلماء حرموا أكلها لدناءة موضوعها، فهي كما نعلم مجرى للبول عند الغنم، وفريق آخر من العلماء حلل أكلها، وذلك لأنها تعتبر نوع من أنواع اللحوم، فقال أحدهم في ذلك: ما أضيف إلى اللحم من شحم وكبد وكرش وقلب ورئة وضحال وكلى وحلقوم وخصية وكراع والرأس، فله حكم اللحم. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الشاء مقدمها، وقوله أن أطيب اللحم هو لحم الظهر، حيث كان عليه الصلاة والسلام يكره من الشاء سبعا: المرارة والمثانة والمحياء والذكر والأنثوين والغدة والدم. تم التنويه عن المحرمات في اللحوم، وهي اللحم الذي يختلط بالشحم والدهن الكثير، ولذلك يمكن الاطمئنان لأن بيض الخروف لا يختلط بالشحم إلا قليل جدا يكاد لا يذكر. وفي نهاية الفيديو، لو عجبك دعمنا بلايك واشتراك للقناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك جميع مواضيعنا في قناتنا قناة الثقاف.